خبراء الطقس انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على مدار الأيام المقبلة. صحيح سلمان، أيضا توقعوا تشهد مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل أقوى موجة برد منذ دخول موسم الشتاء هذا العام بمشيئة الله تعالى. صحيح، يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ذكرت أن وسط وشرق المملكة ستشهد سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة. سلمان، للحديث أكثر عن هذه التحذيرات، أيضاً يوجد تغريدات كثيرة من خبراء الطقس ومحللين طقس كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال خبير الطقس زياد الجهني تكلم فيها سلمان عن موجة برد قوية وصقيع متوقع على نطاق واسع ابتداء من اليوم. الحديث أكثر عن هذه التحذيرات مشاهدينا معنا على الهاتف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأستاذ حسين القحطاني. حياك الله أستاذ حسين. أهلا وسهلا، الله يحييك. نرحب فيك في برنامج أخباركم. عندنا بعض الأسئلة اللي يسألوها المغردين، سؤال عن حقيقة موجة الصقيع اللي توقعها كثير من خبراء الأرصاد بالمملكة. نعم، يعني حقيقة يعني المبالغة في طرح بعض هذه المعلومات هو أمر غير منطقي. أولا، نحن في فصل الشتاء، أجواء المملكة باردة، سجلنا درجات حرارة الدنيا في موجة سابقة. هذه الموجة كالموجات السابقة وحتى أقل منها في شدة البرودة. يعني التوقعات التي أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد لحماية البيئة تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة. قد نسجل 0% على المناطق الشمالية و6 درجات في صغرى على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، مع انخفاض أيضا في درجات الحرارة للمناطق الجنوبية الداخلية كنجران وشرورة والمناطق المحيطة بها، والحالة تستمر حتى يوم غد، حتى يوم الاثنين أو صباح يوم الثلاثاء. لا يوجد هناك يعني موجة غير اعتيادية، بل أننا سجلنا في موجات سابقة درجات حرارة الدنيا تجاوزت 10 درجات تحت الصفر في بعض مناطق المملكة كحائل وسكاكا والجوف. حقيقة أنا يعني أعول على الإعلام أن يكون متفهم لمثل هذه المواضيع وأن يلجأ إلى الجهة المختصة لمتابعة مثل هذه التقارير. يعني صحيح، الاستفادة الإعلامية لبعض الهواة أو من يحاولون تقديم معلومات الطقس بطريقة غير منطقية
صحيح المجتمع يعني يحاول الخروج والذهاب الى المناطق المفتوحة والسفر، ولا يمكن طرح مثل هذه المعلومات على الإعلام من غير معرفة أو دقة كاملة. صحيح، ونحن الصراحة نشيد بدوركم الأستاذ حسين، موقعكم واضح ومتكامل بصراحة لمعرفة آخر الأخبار حول الطقس